أجل تعزيز قيم الدين الحنيف، نظم مجلس أولياء أمور طلبة وطالبات الشارقة في مقره حفل تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة النسخة الثانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وبالتعاون مع مؤسسة القرآن الكريم والسنة، وبحضور المسؤولين من مجلس الشارقة للتعليم وأعضاء لجنة التحكيم وعدد كبير من أولياء أمور الطلبة والطالبات. نهني جميع أبنائنا الطلبة لتفوقهم وتميزهم اليوم حفظة القرآن، ونبارك لأولياء أمورهم وجهودهم المباركة، وهذه ثمرة طيبة إن شاء الله. نحن عزمنا على نشر الثقافة الإسلامية المباركة بجهود ذاتية في مجلس أولياء أمور مدينة الشارقة منذ سنتين، هذه السنة الثانية الحمد لله، والمشاركة تزيد. المسابقة انقسمت إلى مستويين، المستوى الأول حفظ جزء عامة، والمستوى الثاني حفظ جزء تبارك. شروط المسابقة العامة كانت أن يكون المتقدم من مواطني إمارة الشارقة، وأن يكون من منتسب لمجلس الشارقة للتعليم، وأن لا يكون سبق له المشاركة في المسابقة في الأعوام السابقة إذا كان فاز بها وحصل على إحدى المراكز الأولى. المعايير الفنية في معايير خاصة بالحفظ وخاصة بالتلاوة والتجويد، وفي المستوى الثالث اللي هو حسن الصوت أو الأداء. نشكر والدنا وأبونا ومعلمنا الدكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي حفظه الله ورعاه لتأسيس مؤسسة القرآن والسنة في الشارقة، ورعايتها لطلابه وحفظ القرآن الكريم وتوزيعها على مناطق إمارة الشارقة وكثرة المراكز الموجودة في منطقة الشارقة. فالحمد لله عدد كبير، عدد يعتبر بالآلاف، ونذكر عليهم، نذكر أيضا بالشكر أستاذ سلطان مطرد الموك رئيس المؤسسة، باذل جهد كبير في دعم تحفيظ القرآن الكريم. تضمن الحفل تكريم لجنة تحكيم المسابقة من مؤسسة القرآن الكريم والسنة لطلبة الحلقتين، ومسابقات دينية للأطفال وصولا لتكريم أوائل حفظة القرآن الكريم بمستوييها الأول والثاني لطلبة المرحلة الأساسية من البنين والبنات من مختلف مدارس مدينة الشارقة، بالإضافة إلى كافة المشاركين والشركاء الداعمين. وأبوي كان دائما يقولوا لي يلا يلا راجعي عشان حق المسابقة عشان تطلعين الأولى، وكان يشجعوني. أنا شاركت في مسابقة القرآن فزت في المركز الثاني، وكنت شوي متوترة بس يعني زين نجحت. كنت فرحان وايد وفزت جزء عامة ومركز الثالث. أنا اليوم فزت بالمركز الثالث في مرحلة جزء عامة وتبارك، وأنا وايد مستانسة وفخورة بهذا الشيء. أنا أروح مراكز تحفظ القرآن في المساجد، وأمي وأبوي شجعوني، وبعد معلمتي كانت تشجعني في حفظ القرآن. مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لمجلس أولياء أمور طلبة وطالبات الشارقة إعداد أجيال قيادية تتحلى بأخلاق الدين الحنيف وتعزز الانتماء والولاء للوطن.